بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. من أكاديمية حسونة معاكم أخوكم أحمد محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي بفضل الله هنتعامل مع أداة جميلة جدا، أداة موفرة جدا، أداة بتخليك تقتصد في المساحة بطريقة عجيبة، أضعاف اللي أنت عايزه، مش ضعف ولا ضعفين ولا ثلاث أضعاف، أضعاف اللي أنت عايزه. شوف أنت عايز مساحة شاشتك قد إيه، فاهم الفكرة؟ بتخليك تمتد بالشاشات زي أنت ما عاوز. تعالوا نشوف مع بعض. ده الرينج نوت باد. هجيب الفورم ديزاينر وهعمل سيف من هنا على الديسك توب باسم FRM وهدوس انتر. تمام؟ الشاشة قدامي. لو انا دلوقتي حبيت احط ادوات على هذه الشاشة هحط ادوات قد ايه؟ هحط ادوات كتير، صح؟ هفضل احط في ادوات لغاية لما الشاشة تتملي. طب وبعد لما الشاشة تتملي هعمل ايه؟ هضطر اعمل شاشة تانية واملاها، وبعد كده هعمل شاشة تالتة واملاها، وهكذا، صح؟ الاداة اللي انا بقولك عليها بتخليك تعمل الكلام ده في شاشة واحدة، بتخليك تعمل شاشات متعددة، وهي مشهورة ومعروفة. تعال نشوف مع بعض الاداة الجميلة اللي اسمها تاب ويدجت. اسمها ايه؟ تاب ويدجت. هدوس على تاب ويدجت كده وهرسمها في الحتة اللي انا عاوزها. انا مثلا رسمتها بملو الشاشة كده بالشكل ده، ايه اللي حاصل؟ نازلة ما فيهاش اي حاجة خالص. لو انت جيت وعملت سيف وعملت كنترول مع F5 بالشكل ده كده هتلاقيها طالعه لك بيضة ما فيهاش اي حاجة خالص، ما فيهاش اي حاجة خالص. ليه؟ لان انت ما حطيتش فيها حاجة. تبدأ انت بقى تزود وتزبط، ماشي الكلام؟ ازاي؟ وانت واقف عليها، وانت واقف على الأداة دي اللي اسمها تاب ويدجت اللي هي نازله لك باسم تاب 1، ما علينا من الاسم. هاجي هنا في البيجز، بص بيجز تايتلز، بيجز تايتلز، وحاطط لك ما بين قوسين اس نقطتين كوما، يعني السبريتر بتاعك كوما، يعني بتفصل بين كل بيج والتانية بايه؟ بكوما. انت فاهم الفكره؟ طيب البيجز كاونت، البيجز كاونت، البيجز كاونت على مظبوط على ايه؟ على صفر. يعني انت كده ما عندكش ولا صفحه، ما عندكش ولا شاشه يعني. طب هو ده صح؟ لا، انت عايز كام شاشه يا باشا؟ شوف اللي انت عايزه وقول عليه. عايز شاشه شغل، ادي شاشه ايه؟ بيج 1، شاشه كامله بملو الشاشه بتاعتك. عايز شاشتين؟ اؤمر يا باشا، موجودين الشاشتين اهو، شغل اهو، ادي شاشتين، شاشه هنا مختلفه تماما عن الشاشه اللي هنا. عايز ثلاثه أربعة خمسة سبعة، حط الشاشات اللي أنت عايزها. كل شاشة فيهم مختلفة عن التانية تماما. أنت متخيل اللي أنا بقوله لك؟ يعني أنا دلوقتي شغلت، تقدر أنت دلوقتي تحط في كل شاشة من دول تصميمات مختلفة تماما وأدوات مختلفة تماما وكل حاجة بشغلها. يعني أنت تقدر تعمل شاشات كتير في شاشة واحدة، بتغير بالتبات. التايتلز اللي فوق دي تقدر تغيرها زي ما وريتك من شويه بس ما عملناهاش. تعال نعملها. يعني انا لو جيت هنا وسميت مثلا ثلاث شاشات، رحت عامل ازاي؟ مثلا امبلوي، ورحت عامل كوما، رحت عامل ايه مثلا؟ ديبارتمنت، وخلي الديبارتمنت في الاول، ديبارتمنت كوما امبلوي كوما مثلا student كوما، كفايه كده ثلاثة. دوس انتر، سمى لك اول ثلاثة وعمل لك تسمية تلقائية للباقي، بيج 4 بيج 5 بيج 6 بيج 7. سيف، وادي كنترول مع F5. انت سميتهم كده ديبارتمنت امبلوي وستيودنت، والباقي علشان انت ما سميتهمش راح اعمل لك لوحده، لوحده بيج 4 بيج 5 بيج 6 بيج 7 لوحده. واخد بالك من الفكره جايه ازاي؟ يعني انت متخيل معايا ايه اللي حاصل هنا؟ انت هنا بتعمل اللي انت عايزه، بتحط الشاشات اللي انت عايزها. واخد بالك من الفكره؟ تقدر تسمي بقيه الصفحات، تقدر تسيبهم،
تقدر تعمل اللي انت عايزه. انا مثلا ممكن اجي هنا على الويندو، بص انا وقفت على الويندو من فوق اهي، انا كده واقف على الاداه معايا، كده واقف على ايه، على الاداه، كده واقف على الويندو اللي هي الشاشه بتاعت الفورم يعني، ماشي. ممكن اجي على الباك كولر بتاع الفورم مثلا، مثلا اخليها لون مثلا هادي شويه زي كده مثلا، واخد بالك؟ انت خدت بالك اللي حصل ايه لما انا لونت الشاشه؟ شغل كده، بس التاب اتلونت لوحدها معاها، اتمشى مع الشاشه كمان. يعني انت شغلك مع الرنج وانت شغال في الادوات الجميله دي، بتلاقي الدنيا اكنك انت عامل ستايل لوحدك كده، مش بتحتاج بقى ستايل من بره هو الشكل جمال لوحده، بتلاقي الشكل اتغير لوحده. انا بس ايه عملت ايه؟ ده انا كل اللي عملته غيرت بس لون الشاشه، ما عملتش حاجه تاني. يعني ما غيرتش لون التاب اصلا، التاب ويت جدا، انا ما جيتش ناحيتها، فاهمني؟ فبتلاقي راحه شويه في الشغل وانت شغال جميل جدا يعني. بص شايف بفضل الله حتى الصفحه المفعله باين اهي، شايف تبقى طالعه لفوق شويه كده ومفتحها شويه، لونها فاتح شويه، واخد بالك؟ انت مثلا عملت ايه؟ عملت الكلام ده، تقف تاني، عايز تكمل كمل، روح روح في الاخر هنا كده واعمل ايه، ما اكتب مثلا ايه تيتشر مثلا، واخد بالك؟ ما اكتب مثلا ايه، اكتب روم مثلا كده، سمينا كام واحده، فاضل اتنين كده، واخد بالك؟ ممكن مثلا نكتب ايه، نكتب سبجكت، سبجكت تمام. ممكن مثلا نكتب مثلا كده، فاضل واحده. يعني اللي انا عايز اوضحه لك انك ممكن ايه تكتب اللي انت عايزه، يعني تكتب ايه اللي انت عايزه. ممكن نكتب مثلا ايه لاب، واخد بالك؟ اهو سميت الشاشات، حتى لو انا تجاهلت اسمه والاسماء هو لوحده بيرقمه ويسميه، واخد بالك؟ الشغل بقى معاها ممتع جدا وبسهوله كمان. يعني مثلا انا هاجي هنا في الديبارتمنت، واخد بالك؟ هنزل ليبل هنا، هنزل ليبل هنا كده، الليبل ده هعمل فونت بتاعه على 20 بولد، وهكتب جوه منه مثلا ديبارتمنت، خد بالك ازاي؟ هكتب جوه منه ايه؟ ديبارتمنت. وهاجي هنا في ال كده، انا ايه عملته على ثواني كده، كنترول مع اف 5، هو انا كده حطيته على الشاشه بالغلط؟ انا كده مش عايز احطه على الشاشه، انا عايز احطه فين؟ هنا في الديبارتمنت كده، خد بالك؟ هنا انا رسمته وانا مش محدد التاب، صح؟ معلش نعمله ديليت تاني، احدد التاب كده وانا واقف على الديبارتمنت، هقف جوه هنا اهو، انا كده محدد التاب، هروح راسم الليبل على التاب بالشكل ده بس. غير بقى الفونت بتاعك، خليه على 20 وبولد، ودوس اوكي، وهنا ديبارتمنت. دوس على التابت بس كده، انا دوست على التابت الثانيه وما جاش، خلاص يبقى هو كده في الديبارتمنت بس. هي الفكره ان لازم انت تبقى محدد التاب وانت بترسم عشان يفهم هو الفورم ديزاينر ان انت بترسم الادوات فين، ما يحطهالكش على الشاشه. دوس بقى كده كنترول مع اف 5، بص ده كده الديبارتمنت، امبلوي ما فيهوش، لسه ما رسمتش فيه حاجه اهو، ديبارتمنت فيه ادواته الخاصه، ماشي. اقدر انا باجي بقى في الديبارتمنت انزل بقى ايه بيانات الديبارتمنت، واخد بالك؟ اعمل مثلا لاين اديت بالشكل ده، بس ثواني قبل ما اعمل لاين اديت، معلش سيلكت، حدد الاول على التاب وانت محدد على الديبارتمنت، يعني انت مش واقف هنا، لا ده انت واقف هنا وانت محدد على التاب، واخد بالك معايا؟ رحت معلم على اللاين اديت، وهعمل لوك، وهعمل مثلا ايه بالشكل ده كده، هرسم بالشكل ده كده اهو، واحد اتنين، واخد بالك معايا؟ تلاتة بالشكل ده كده، تمام؟ بس شيل اللوك وحط السلكت اهو، انت واخد بالك؟ يعني انا بوريك بفضل الله ازاي ايه تتمكن من الادوات. يعني انا دلوقتي علمت على ده، ده وده، ماشي، ورحت جاي قايل له ايه، قلت له سايستو تلستو سايستو ويدست، وخلي المسافات متساويه في الراسيه اهي مثلا، على طول بتنسق على طول،
بس رحت هنا مفيش. فاهم الفكرة جاية ازاي؟ اهو كل شاشة لها ادواتها، وكل شاشة ليها ادواتها. في الامبلوي تروح جاي وانت واقف على التابة ومفعل الامبلوي، هتجيب ليبل وتروح راسم ليبل كده، واخد بالك معايا؟ وتروح جايب ايه، بص واقف عليه عشان ايه، تجيب الخصائص بتاعته. هنا ممكن نخفي طيب البروبرتيز ونظهرها تاني بالشكل ده كده. هقف كده على الويندو، وبعد كده هقف على الليبل ده. هاجي على الليبل ده هكتب في التكست بتاعته امبلوي، ماشي، وهخلي الفونت بتاعه، الفونت بتاع الليبل ده نخليه مثلا على 20 بولد. وادي ايه، اوكي، ده شكله اترسم على الشاشه برضه. طيب معلش ديليت، هقف على الامبلوي وهقف على التاب، وليبل اهو على التاب ويدجت رسمته خلاص. اكتب عليه امبلوي، دوس على الفونت، اختار 20 بولد، وادي ايه، اوكي، بس كده صح. دي ايه، سيف. طبعا انت لو حبيت تعمل الحاجات دي بالكود هتكتب اكواد كتير جدا، الفورم ديزاينر اصلا بيسهل عليك، اهم حاجة تتدرب ازاي تستخدمه. يعني زي ما انت ما شايف كده، انا بس ايه بتأكد، ممكن انسى وانسى ان انا افعل التاب قبل ما ارسم. شغل بقى كده كنترول معايا في 5، اهو عندك دي شاشة ودي شاشة مختلفة، ودي فاضية ودي فاضية، وهكذا. برسم بقى ادوات على كل واحدة. يعني انا ممكن اجي هنا مثلا في الستودنت، اقف هنا، يعني انا اقف هنا وهفعل الستودنت، واروح راسم هنا مثلا ايه، سلايدر، واخد بالك، واروح راسم، شايف الادوات نازله بالستايل بتاعها على طول، واروح راسم مثلا ديل بالشكل ده كده، واجي على التيتشر افعل التيتشر. بص انا حذر وانا بتعامل مع الاداه دي، لان الاداه دي يا جماعه ادوات في بعضيها، الادوات دي شاشات كتير، واخد بالك. اجي مثلا هنا انزل حاجه زي كده، واخد بالك، اجي في الروم، اقف على الروم وافعل الروم، اقف على الروم كده وانزل مثلا اي حاجه انا عايزها، كومبو بوكس مثلا، وهكذا وهكذا، ماشي. ادي ايه، سيف، وادي كنترول مع F5. بص تصميم رائع جدا. ايه شغلك هنا غير شغلك هنا غير شغلك هنا، واخد بالك معايا؟ بص، وشايف الادوات بتنزل بالستايل بتاعها، انت بس مجرد ان انت فقط لونت الفورم، التبل اتلون والتاب اتلون والادوات اتلونت وكله اتلون، كله اتظبط معاك، واخد بالك معايا؟ شايف عامله ازاي اهو، حتى الزراير، حتى لو نزلت زراير، لو جيت مثلا في السبجكت، علم هنا وعلم هنا، اهو اهو، ورحت جاي منزل مثلا زرار كده بالشكل ده، واخد بالك، اعمل سيف واعمل كنترول مع F5. بص الزرار متلون اهو، واخد بالك، معمول له ستايل ومتلون، كل حاجه بفضل الله تمام اهي. كل شاشه غير الثانيه، كل شاشه مختلفه تماما عن الثانيه، كل شاشه مختلفه تماما عن الثانيه. يبقى انت كده قدامك اداه ممكن تخليك تعمل مشروع كامل في شاشه واحده بكل سهوله بفضل الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهده اكبر دعم لينا بفضل الله، عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتاكد تماما انك اي حاجه بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك، ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجه بتنشرها للناس.